وللوقوف على أوضاع الأطفال في اليمن مع بداية العام الدراسي الجديد في ظل الحرب المستمرة منذ سنوات وتفاقم تفشي فيروس كورونا، ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا الحقوقي اليمني توفيق حميدي. أهلا ومرحبا بك أستاذ توفيق. أهلا وسهلا بك وبجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. حياك الله أستاذ توفيق. عام دراسي جديد في اليمن لم يبدأ في كل محافظاتها إلى الآن، بداية لماذا اختلفت المحافظات في تاريخ بدء العام الدراسي فيه؟ في حقيقة الأمر هذا الاختلاف يعود لمجموعة من الأسباب. السبب الأول انقسام اليمن بين سلطتين، سلطة ميليشيات جماعة الحوثي في شمال اليمن، والأمر الآخر المناطق التي تحت سيطرة الحكومة الشرعية، إضافة إلى اختلاف داخل الجغرافيا الواحدة بسبب شدة المواجهة من عدمها. فتجد مثلا مأرب أو الجوف أو تعز التي بدأت ثم أغلقت بسبب شدة المواجهة والقصف الذي يتعرض لهم من هنا وهناك، وبالتالي هذا الأسباب التي أدت إلى عدم توحيد العام الدراسي في جميع الجمهورية اليمنية. العام الدراسي يهل على طلاب اليمن وكارثة الحرب تزيدها كارثة تفشي فيروس كورونا، هل اتخذت السلطات في المحافظات إجراءات وقائية لحماية الطلاب من تفشي الفيروس؟ أنا باعتقاد السلطات التربوية في المحافظات تتحرك بالحد الأدنى، ولا يمكن نسمي أنه يوجد إجراءات حقيقية وفاعلة في هذا الصدد، باستثناء المبادرات المدنية والاجتماعية التي تساهم في هذا الحد. مشكلة التعليم في اليمن مشكلة كبيرة جدا، يعني لا يمكن تجاوزها بسهولة. هنالك انقطاع تقريبا شبه تام لرواتب المعلمين، لا توجد مؤسسات تعليمية، المدارس إما قصفت بشكل كامل أو جزئي أو حولت إلى مخازن أسلحة، كثير من الطلاب يدرسون في العراء، مشكلة الكتاب المدرسي، مشكلة الأدوات المدرسية، إضافة إلى أزمة كورونا. هذه ستضاعف الأزمة في ظل شحة الإمكانيات الكبيرة جدا، وبالتالي أغلب الأطباء أنه إما أن يتوقف العمل الدراسي أو يتم بالحد الأدنى منه. طيب، يعني نفهم أنه إذا كانت المناطق التي تحت سيطرة الشرعية تعاني من نقص في مستلزمات الوقاية والتعقيم، فماذا عن المناطق التي ترزح تحت وطأة ميليشيات الحوثي المتمردة؟ هو على حد سواء في الطرفين. في إشكالية جماعة الحوثي اليوم أن الطلاب في تلك الجماعة في تلك المناطق يعني يتعرضون لعملية، لا نستطيع إنجاز التعبير، عملية تقتير تعليمية، بمعنى عملية ممنهجة طائفية على أساس المناهج، تغيير المدراء، تغيير المعلمين إلى غير ذلك. في كل منطقة توجد إشكالية، لكن بشكل كامل اليوم التعليم في اليمن لا يمكن أن يستقر، ولا يمكن نتحدث عن تعليم حقيقي بدون وقف هذه الحرب. البنك الدولي أكد اليوم سرقة ميليشيا الحوثي نحو 8 مليارات و500 مليون ريال يمني من البنك المركزي في الحديدة. ما حال الآباء مع نقص الموارد المالية ووقف رواتبهم والظروف الاقتصادية الصعبة نتيجة انتهاكات ميليشيا الحوثي؟ وطبعا بلا شك ساهم هذا الأمر في تعميق الأزمة كما قلنا التعليمية. جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء تفرض رسوم دراسية كانت في الأعوام الماضية وحتى هذا العام لأسباب مختلفة لمواجهة الأزمة التعليمية. الظروف الاقتصادية دفعت كثير من طلاب المدارس للخروج إلى أسواق العمل، وهي بالمناسبة أسواق غير آمنة سواء على مستوى الصحي أو على المستوى الوظيفي بالنسبة لهؤلاء الطلاب، وبالتالي هنالك عملية تسرب مخيفة تصل بحسب إحصائيات الأمم المتحدة إلى أكثر من 2 مليون طفلة في اليمن.
عبر الهاتف كنت معنا من فيينا الحقوقي اليمني توفيق حميدي، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في استوديو رافدين.